في نص مليون طالب انترناشنال، طلاب من بره انجلترا بيجي يدرسوا في انجلترا كل سنه. ليه بقى؟ خليني في الاول اوضح ان انا في مصر كنت تعليم ازهري، وبعد كده دخلت معهد خاص، فكانت بيئه مختلفه تماما عن البيئه هنا في انجلترا. في التعليم كان بالنسبه لي تعليم من اول وجديد، كل حاجه كانت جديده عليا. نظام التعليم في انجلترا او الجامعه هتخليك تذاكر حتى لو انت شخص فاشل، لازم تذاكر. نظام التدريس ماشي بسيستم معين بيخلي الطالب يعتمد على نفسه تماما. خلينا نسمع وجهه نظر صديقي مصطفى، بما انه هو بيعمل بي اتش دي هنا في انجلترا، وبجانب البي اتش دي كان بيدرس في الجامعه. احنا دورنا ان احنا ندي للطالب مجموعه من الجايد لاينز والمعلومات، ونخلي الطالب هو يعتمد على نفسه ويعلم نفسه. ففي الماجستير تلاقي الطالب بياخد محاضره او اثنين او ثلاثه في الاسبوع، وكل الوقت اللي في الاسبوع الطالب مطلوب منه انه يروح المكتبه. عنده الموارد كلها بتاعته، سواء كانت اونلاين او اوفلاين، يعني موجوده على الرف او الكترونيا. عنده الاستاذ يقدر يروح يساله في سؤال لو هو عايز، او يقدر يبعت له ايميل. المكتبه دي يقدر يستعملها وهو قاعد في البيت، او يقدر يستعملها وهو جوه المكتبه. كل الريسورسز او اغلبها يعني متاح بطريقه الكترونيه، حتى كمان يقدر يوصلها وهو موجود بره البلد، مو في اي حته تانية. سهوله جدا في الحصول على الابحاث. في اول الدراسه كنت مستغرب لما اخش محاضره او سيمينار والاقي الدكتور بيشغل لنا مثلا فيديو على اليوتيوب ونقعد نتفرج عليه مثلا 10 دقايق ربع ساعه. اخش سيمينار تاني الاقي الدكتور بيدينا جورنان او مجله ويقول لنا مثلا خدوا اقروا دي وطلعوا منها الحاجه الفلانيه. هم دول بيدرسونا يا جدعان ولا بيضحكوا علينا ولا ايه؟ مع الوقت اكتشفت ان هو بيحاول يخليك تبقى باحث، تبقى شخص ناقد وقادر ان انت تطلع معلومه من اي حاجه. لان هو لو دخل قال لك في 1 2 3 عايزك تحفظهم وهم دول اللي هيجوا في الامتحان، انت عمرك المعلومه ما هتثبت في دماغك، عمرك ما هتبقى فاهم، هتبقى حافظ وبس. يعني انا الصراحه لازم اعترف ان الدراسه كانت بالنسبه لي في الاول تهريج، حاسس ان في دلع في التعليم، بس بعد كده فهمت، يعني فهمت ايه المغزى من الموضوع كله. كل الشلفات اللي انت شايفينها دي كلها، وتمشي بقى لاخر الممر ده، وكل دور فيه سيكشنز، وكل سيكشن خاص بكورس معين. يعني مثلا بيزنس ليه كتب، الماركتنج لوحده جوه البيزنس ليه كتب، الهيومن ريسورس ليه كتب، كل قسم ليه سيكشن معين محطوط فيه الكتب الخاصه بيه. مفيش كتاب هتحتاجه في الكورس بتاعك الا وهتلاقيه هنا، حتى لو ما لقيتش الكتاب نفسه بالظبط، بس هتلاقي كتاب تاني الماتيريال اللي انت محتاجها او النظريات اللي انت محتاج تغطيها. فالمكتبه هنا تعتبر غنيه جدا. بجانب التعليم كل حاجه في الجامعه بتساعدك ان انت تذاكر اكتر. البيئه نفسها بتخليك تبقى بتنتج اكتر، من اول المكتبه لحد الخدمات اللي انت تقدر تستخدمها في الجامعه. الجزء بتاع سايلنت ستادي ده هو الجزء للناس اللي عايزه تذاكر في هداوه خالص براحتها تماما، فبتخش هنا الاوضه دي، كل واحد يقعد على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعه ويقعد يذاكر في صمت تام. ده الستودنت ميتنج رومز، دي غرف بتقدر انت تحجزها عن طريق الويب سايت بتاع الجامعه. بتخش تحجز انت مثلا واصحابك 3 4 معاك مثلا لحد 6 اشخاص، وتخشوا تذاكروا هنا عادي جدا. ليك انت تحجز ساعه او ماكسيمم ساعتين، وليك بقى المساحه اللي انت تخش تقعد فيها دي، في معاك جهاز كمبيوتر مثلا بتجهزوا البرزنتيشن او بتجهزوا لاي اساينمنت او حاجه، تخش تقعدوا هنا، اوضه خاصه بيكم انتوا بس. لو انت جيت الجامعه في اي وقت وكان الشغل بتاعك محتاج انت تقعد على الكمبيوتر، ولقيت مثلا ان كل الكمبيوترز اللي في الجامعه مشغولين، فتقدر تيجي هنا تاخد لابتوب في اي وقت تعمل عليه شغلك وبعد كده ترجعه تاني. فصراحة الحوار ده ياما انقذني، مثلا بنسى اللابتوب بتاعي في البيت او حاجه واجي هنا اتسحل، فكان الحوار ده بينقذني في اخر لحظه. الجزء ده بتاع الطباعه والتصوير والسكانر، كل دور هنا في المكتبه في 4 مكانات زي دول، واي طالب بكارت الجامعه بيبقى عنده رصيد بيتجدد لك كل ترم، وبالرصيد ده تقدر تيجي تطبع في اي وقت او تصور ورق، وطبعا لو الرصيد خلص تقدر تعمل له توب اب فبتزوده من جيبك. فحوار حلو ان انت دايما يبقى عندك امكانيه التصوير والطباعه في اي وقت وفي اي مكان. الحاجات الغريبه برضو اللي انا شفتها في التعليم هنا، ان انا على مدار السنين اللي انا درستها ما عملتش مثلا غير امتحانين ثلاثه، بقيت المواد كلها كانت يا اما برزنتيشن يا اما جروب ورك، يعني بشتغل مع الجروب بتاعي، يا اما بحث بكتبه انا.
والحاجات دي انا بعترف ان هي فعلا غيرت فيا كتير وفرقت معايا جامد قوي. يعني مثلا واحد زيي انا ما كنتش بحب القراءه جدا، يعني مش افضل حاجه عندي، ولكن عشان تكتب بحث انت فعلا محتاج تقرا كتب، لازم. يعني مش هينفع تكتب بحث من غير ما تقرا كتب وتخش تقرا مقالات على الانترنت والكلام ده كله. فانت غصب عنك حتى لو ما بتحبش القرايه هتقرا عشان تكتب بحث كويس. بندي للطالب مجموعه في الاول من المعلومات، وبعدين بنديهم بعض الاسئله والافكار وهم بيشتغلوا فيها، سواء في مجموعات عمل يطلعوا يعرضوا للطلبة التانيين، يكتبوا على فليب شارت، يكتبوا على البورد. فالطالب هنا بياخد سكيلز، مهارات كتيرة جدا غير العلم نفسه، بياخد مهارة الثقة انه يعرض بريزنتيشنز وانه يتكلم مع زمايله وانه يفكر عن طريق التيم وورك بدل ما يفكر لوحده، وانه يشتغل يكتب او يقرأ ويتعلم يعرض افكاره بطرق مختلفة. ودي حاجة مهمة جدا، دي كلها مهارات هو يقدر يستعملها لما يتنقل لسوق العمل، لان مش المهم العلم اللي موجود في الكتاب، هو يقدر يجيب العلم اللي موجود في الكتاب بمجرد انه يبص على الانترنت، لكن المهم ايه اللي هو خده هو خارج من الجامعة، ايه المهارات اللي هو حصل عليها وهو خارج من الجامعة ويقدر يستعملها في سوق العمل اللي هو غالبا ما بيكون relevant او متصل باللي هو درسه كطالب. فالعلم الجامعي ما بيكونش بعيد عن سوق العمل، لانه بالاخر بيحاول يجهزك للحياة العملية عشان تبقى شخص ناجح بعد كده، ولما تتخرج تلاقي شغل بسهولة وتروح اي انترفيو تسد فيه. لازم يبين عليك اللباقة والثقة في النفس، فكل الكلام ده هم بيعلموك هنا في الجامعة. واهم حاجة واخر حاجة انا شايفها مفيدة جدا، فكرة البوزيتيف ليرنينج. بعد الامتحان او بعد ما الطالب سلم المقالة اللي مفروض انه ياخد عليها درجة، مهم جدا ان انا اديله مش بس الدرجة بتاعته، الاهم ان انا اديله فيدباك، اكتب له هو عمل ايه وايه الاخطاء اللي هو عملها، بس بطريقه بوزيتيف. اركز الاول على الجوانب الايجابيه، ايه الحاجات الجيده اللي هو خدها في اعتباره، اوري له انه عمل مجهود في البحث ده، اوري له المعلومات والنظريات اللي هو اعتمد عليها عشان يكتب المقال بتاعه، واقول له بعض الملحوظات، انت بس كان ناقصك انك تاخد في اعتبارك النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، لو خدتهم في اعتبارك هتقدر ان انت تجيب الفول مارك، ويل دان وجود لك. دايما بنقول للطلبة كلام إيجابي وبنكتب لهم كلام إيجابي، والطالب عنده القدرة والفرصة، ودي نقطة تانية مهمة جدا، إنه يجي يناقشني في الدرجة بتاعته. لو الدرجة دي مش عاجباه بيجي يقول لي أنا مش عاجباني الدرجة دي، وبنتناقش أنا وهو ومدير المادة، بنقعد كلنا نتناقش مع بعض ليه الدرجة دي مش عاجباك، وبنوضح له ليه هي مش عاجباه، ويا إما بيقتنع يا إما إحنا لو شايفين إن في غلط الجامعة بتطور الدرجة بتاعة الطالب. دي كلها حاجات مفيدة قوي، يمكن بتميز شوية التعليم في إنجلترا، وبتطلع الطالب عنده مهارات وقدرات يقدر إن هو يتسابق بيها مع زمايله اللي من الجامعات التانية أو من الدول التانية في سوق العمل. اخر حاجه هو اعطاء الفرصه. انت كل سنه هنا قادر ان انت تطلع السنه اللي بعدها وانت شايل ماده، يعني انت متخيل انت ممكن تشيل ماده تسقط فيها تماما مش محتاج تعيدها تاني، يعني هو بيديك فرصه ان انت تعيدها اول مره، سقطت فيها خلاص انت ممكن تخش السنه اللي بعدها وشايل ماده عادي جدا، لان هو كده كده كل سنه لو انت عندك 6 مواد بتطلع السنه اللي بعدها بياخد احسن مجموع من 5 مواد، فلو انت عندك ماده ثابته وسقطت فيها هو بيشيلها تماما وبيديك ال5 مواد دول. وانا شايف ان ده حاجه جامده جدا وبتفرق، يعني من الاخر كده انت مش مغصب على حاجه، لو في ماده فعلا انت مش حاببها ومش قادر ان انت تعديها خلاص مش اخر الدنيا، يعني الدنيا مش تنتهي على الماده دي. فدي برضو من الحاجات اللي انا استغربتها، يعني ايه اطلع السنه اللي بعدها وانا ساقط في ماده؟ لا عادي، انا حياة حلو. ده التعليم هنا في الجامعات باستفاضة بسيطة، كانت تجربة من التجارب اللي انا يعني حابب اتكلم عنها، لان هي انا عشتها هنا وفعلا لقيت ان هي مختلفة وحابب ان انا اشيرها معاكم. فيارب يكون الفلوج ده عجبكم، وان شاء الله الفلوج اللي جاي اللي هو بتاع يوم الجمعة اللي جاية هيبقى حاجة انتوا طلبتوها الفلوج اللي فات، يعني اكتر حاجة جه عليها كومنتس الفلوج اللي فات، ان شاء الله تعمل الفلوج اللي جاي. فشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة. السلام عليكم. تصوير. Go through YouTube. My brother, make sure you like, subscribe, share this context. Don't forget to subscribe YouTube though. What's the YouTube subscribing now? All right. Go on YouTube. Yes. Go YouTube. Right. Kareem. K A
R-E-E-M. Once more time and yeah. Kaboom. Allah alaik.